وزيرة التضامن الاجتماعي انها تطلع لمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير السيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، السيد الوزير هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، السادة رؤساء الأولمبياد الخاص الدولي ورؤساء اللجان واللاعبات واللاعبين، الفنان الكبير العظيم حسين فهمي وكل المتطوعات والمتطوعين. الحقيقة أنا ما استحقتش أي لقب من حضرتك، يعني اللي يستحقوا الألقاب والورود الحقيقية هم اللاعبات واللاعبين، فتحية تقدير واحترام لهم جميعا. مش بس لاعبات ولاعبين مصر، ولكن كل لاعبات ولاعبين العالم اللي تحدوا الإعاقة وتحدوا الظروف. احنا هنا في رسالة دعم ومساندة، بندي تحية تقدير واحترام ومحبة لكل من عمل ويعمل لإقامة هذه الدورة، دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأولمبياد الخاص. احنا هنا في الحكومة، إذا سمح لي زملائي في الحكومة أتحدث باسمهم، احنا بنستمد منكم قوة وبنستمد منكم إلهام، لأن انتوا اللي بتعملوا الجهد الحقيقي. احنا دولة حضارة عظيمة، مش محتاجين نأكد ده، والحدث ده تعبير عن هذه الحضارة، وده جزء من عطاء مستمر مصر كانت ومستمرة وهتفضل تقدمه للإنسانية في كل الظروف ورغم كل الصعاب. طالما مصر فيها ناس زيكم، مفيش حاجة هتعطلنا ومفيش حد هيكسرنا. مصر فخورة بيكم جميعا وبعملكم. الدعم المادي والمعنوي مهم، ولكن ده واجب علينا، فأنا بشكركم شكر جزيل باسمي وباسم الحكومة المصرية وباسم زملائي وباسم المجلس القومي للإعاقة وباسم كل مصري ومصرية، لأن ده حدث مهم وكبير، وإحنا محتاجين إن إحنا نستمر في إقامة هذه الفعاليات اللي تليق بمصر، وأنا متأكدة إنه هيطلع عمل فعلاً يليق بهذا البلد العظيم وإحنا كلنا معاكم. ولكن الحقيقة الشكر، كل الشكر مفروض نقدمه لكل أسرة مصرية لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. كل أسرة مصرية تلقت هذه المنحة ولم تعتبرها محنة. كل أسرة مصرية أخذت هذه المنحة واعتبرتها نعمة وتحدي. وجود أولاد الأسر المصرية وكل الأسر في مثل هذه الألعاب هو انتصار حقيقي ليهم ولأولادهم. ولازم نعترف ان احنا في مصر ما زال لدينا طريق طويل جدا وصعب لنقدم رعاية لائقة تعليمية وصحية وثقافية ورياضية مناسبة ومدمجة للمعاقين في بلدنا. 3 ديسمبر هو يوم الإعاقة العالمي، هو يوم للاعتراف بالحقوق، يوم لتحدي الظروف، يوم يحتفل فيه العالم بكل معاق. مصر أم الدنيا أيضا بتحتفل فيه، بتحتفل بيكم وبألعابكم. مصر الكريمة المضيافة بتستضيف 1027 لاعب عشان تحتفل بهذه الدورة المهمة جدا. أيضا عندنا فعاليات ثقافية مختلفة، عندنا معارض فنية، عندنا تكريم لفنان معاق ولكنه أبهر العالم، فنان عمار الشريعي، عندنا مباريات وألعاب دولية. ولكن الأهم من كل ده إن مصر بتحتفل بإعلان سياسات وتدخلات وبرامج ووظائف من شأنها تحسين الخدمات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي خطوة أولى على طريق طويل مصرين على أننا نعبره بنجاح إن شاء الله. إحنا هنشتغل جامد جدا، هنلعب، هنكسب، هنفرح، وتحيا مصر.